दिन होता है اسماعيل قباج مدير مدرسة الوطنية للتجارة والتسيير جامعة الحسن الثاني للدار البيضاء. فاليوم حصل لنا الشرف أننا نحضروا اليوم الهندي اللي منظم من طرف جمعية الصداقة الهندية المغربية. الحضور ديالنا اليوم كان خاصة بمجموعة ديال الطلبة اللي أطروا هذا اليوم من ناحية التنظيم من ناحية المواكبة. وصراحة أنا اليوم جد سعيد أن الطلبة ديال المدرسة الوطنية والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير للدار البيضاء حاضرتان بحضور قوي في هذا اليوم اللي كيمثل احدى الثقافات العريقه والثقافات القويه والبلدان يعني اللي جايه بقوه اليوم اقتصاديا وعلى عده مستويات بلد الهند الكبير. وصراحه المغرب له مصلحه اليوم انه يتفتح على هذا النوع من الدول نظرا لما حققته من تطور يعني سريع و يعني بوتيره سريعه جدا. وهذا مثال يعني يمكن المغرب يحتذى به في ميدان التطور خاصة في مجال التكوين وتكوين القدرات البشرية وسيرتو في ميدان التقنيات الحديثة لما لهذا البلد من صراحة من سبق على المستوى العالمي. أحمد موحيد نائب رئيس جمعية الصداقة المغربية الهندية. أهداف ديالنا هو جمع عشاق محب السينما الهندية في أنحاء المغرب. وشاركنا في نيو ديلي مهرجان كوند في نيو ديلي. واليوم عندنا انديا داي غتبدا من اول عام غتبدا عندنا تاسيس 14 عام ودابا اول عام غنديروا فيه انديا داي لو 3/5/2023 من اليوم ان شاء الله غنبداو للساعد الوطني. وعندنا فروع عندنا اسفي ومراكش و سلام ومكناس ومكناس غادي نوسعوا ان شاء الله غادي نوسعوا ان شاء الله في قلعه سرانة هاد الايامات ان شاء الله من وراء رمضان. الاحسن اي واحد يكون عنده شي موهبه احسن باش يتلاها فيها احسن من يمشي شي عالم اخر من غير الفن يمشيو المواهب وباش ما يمشيو شي حاجه خارج. تشجعوا الناس باش يمشيو ان شاء الله في ديور الشباب ويتعلموا شي مواهب باش ما يمشوش باش ما ينحرفوش ان شاء الله. كنتمنوا لهم كاع الاخوان اي واحد يدير موهبه باش يمشي لقدام ان شاء الله وينسى اي حاجه. السلام عليكم، حنا جمعيه الصداقه المغربيه الهنديه. حنا اول جمعيه في المغرب كتعرف بهذا الفن وتقارب الثقافات ما بين المغرب والهند بيان شغرا كلشي كيعرفوا. بشراكه مع السفاره الهنديه هذه 14 عام وهذه الجمعيه كاينه كنديروا لا دونس كنأطروا الشباب اللي هما محبين للسينما الهنديه كنديروا الغناء. كاينين دائما الناس اللي هما كيطلبوا سبيسيال كيطلبوا الفن الهندي. نتمنى نكونوا عند حسن الظن. لا كاين بارتو في المغرب كامل يعني مراكش في اي بلاصه تطوان ولا تيما تارودين الرباط القنيطره يعني بارتو المغرب. بالنسبه للميساج اللي انا نبغي انا نوصلو للشباب باللي راه الفن بلي راه الفن راه دائما كيكون منقذ للشباب من الادمان ومن الانحراف ومن هذه وكيقدم واحد الرساله ساميه وكيسمو نيت بالروح ديال الشباب. كتلقى واحد الشاب اللي هو فنان كتلقى كاين فرق كبير ما بين واحد ما عنده حتى شي اهتمام الى جانب الدراسه او العمل او شي حاجه. وحنا دائما في خدمه الشباب.